سلاشي مرحبا بكم في مدينة في مطار حمادة الدولي الدوحة عاصمة قطر، بوابتكم إلى جميع أنحاء العالم. شير التوقيت المحلي هنا إلى الساعة 1:15، ودرجة الحرارة الخارجية هي 23 درجة مئوية. من أجل سلامتكم يرجى من حضرتكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تطفأ جدرة الأحزمة وتتوقف الطائرة نهائيا. أرجى الانتباه بأنه يمنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك في المطار. نود أن نعلم حضراتكم بأنه يمكنكم الآن استخدام هواتفكم النقالة إن كنتم ترغبون في ذلك. كما نرجو من حضراتكم التأكد من أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة. نأمل أن تكون الخطوط الجوية القطرية ضمن مخطط رحلتكم المستقبلية.